للاسف بلاقي فيه فراغ، بلاقي ما بلاقيش فيه معلومات. دايما يقول لك ايه، التعليق لغايه اخر مارس، التعليق لغايه منتصف ابريل. ببص بقى على الجانب في اوروبا، الاقي اسبانيا عامله 3 سيناريوهات، الاقي كويس. انجلترا قالت لك ما فيش عوده نشاط قبل 30 ابريل، بس في اجتماعات عشان نشوف ما بعد 30 حلو ابريل. جدا. ايطاليا، المانيا في نفس طيب الاطار. خلينا ناخدها من هنا وبعدين نطلع على اوروبا. حتى هذه اللحظه ما نقدرش، انا وجهه نظري ممكن تروح للاقرب كان الغاء الدوري، لكن بعد موعد او تاجيل الاولمبيات وبقى عندك تاجلت سنه وبقى عندك متسع من الوقت بالظبط تقدر، عشان الموضوع الاجنده، فالموسم ده ممكن يبقى ممتد بشكل ما حدش يقدر يتخيله. بس اهم حاجه يبقى في سيطره. يعني انت بتتكلمش على، حتى في دي ما بتتكلمش عن القصه عندك بس، لا بتتكلم على المستوى العالم. عشان كده حتى الفيفا كان طلع بتوصيات في الموضوع ده بالظبط. فانت كده عندك بالنسبه للدوري المحلي لسه ما نقدرش نتكلم فيه دلوقتي، والاقرب ان لو الامور مشيت بشكل كويس نقدر نكمل، لان انت بقى عندك مساحه بعد الغاء تاجيل الاولمبيات لسنه، وبالتالي المساحه دي ممكن ترحل، ما زال عندك وقت ترحل فيه. طب لو خلصت الدوري في 8 انا مش شايف فيها مفاجاه، احنا متعودين على ده. لا لا، ولو بعد كده برضو خلاص بعد القصه دي مش هيبقى فيها مشكله. بس في اوروبا غريبه، لكن احنا اللي انا شايفها الموضوع سهل. انت عندك بقى مشكله ثانيه، ده اوروبا برضو راحت لنفس اسلوبك ده، بس انا جاي لك. انت عندك المشكله الاكبر ان عدد من الانديه النهارده عايز اقول لك لا انا خلاص، طب نضغط علشان نلغي. طيب هنعمل ايه في مستحقات اللاعبين؟ ابتديت تخش في طب اسرح عمال اعمل، فانت ابتديت تخش في سيناريوهات الناس عايزه تشتري دماغها، عايزه تبوظ المشهد، الناس عايزه تفكر، الناس عايزه تفسد المشهد. كويس، ده الشك في الدوله. لكن انا بقول لك حتى تقدر تكمل، تقدر تشوف وفقا للي جاي. انما واحنا قاعدين دلوقتي من اسبوعين ثلاثه كنت ممكن اقول لك ايه الاقرب، لو انا سالت السؤال ده من اسبوعين ثلاثه كنت اقول لك الاقرب هو الغاء الموسم ده. انما بعد تاجيل الاولمبياد سنه فتحت مجال ان انت بقى عندك وقت. كمان نفس القصه بقى في اوروبا، الاتحاد الاوروبي اجل مواعيد بطولاته واجل الانتظام، كمان الاتحاد الدولي بيدي فاتح مساحات، فبالتالي بقى في مساحات موجوده يتاجل فيها الدورات الاوروبيه. نروح لدوري دوري، الدوري الانجليزي بقى في مشكلة غريبة جدا. الرعاة ابتدوا يجهزوا مقاضاة الأندية على القيم المالية، لأن هم واخدينها العقود اللي معمولة دايما بيبقى عامل إلا لو في أسباب قهرية أو لكن الناس دي عشان كانت عايشة ستيبل والدنيا تمام والدنيا زي الفل، دافعين بمقدمات، دافعين بقى والدنيا ماشية، وما كانش حد يتخيل يحصل ده، إن الحاج كورونا ده اللي قد كده اللي محدش شايفه قعد الناس في الناس تروح والناس تيجي، ونخش بقى في القصة دي محمد. فبالتالي الأندية الرعاة في الدوري الإنجليزي بيجهزوا دلوقتي لاسترداد حقوقهم، وإن هم مجهزين في حالة إلغاء الدوري على قضايا بتعويضات رهيبة، وهيبقى في خسائر ممكن تنهي على شكل الدوري الإنجليزي الجميل. في 6 درجات للدوري الإنجليزي، 5 اتلغوا، اتلغوا من الثالث للسادس. فاضل بقى القصة بتاعتنا الكبيرة اللي فوق دي. القصة دي أنت بتتكلم في بلد العطسة بقت تحبس. ده مشروع قانون، داخلين في حبس 3 شهور اللي يعتص وسنتين اللي يعتص في الشحات. ده ما فيهاش ابعد خلاص، ما فيش الكلام ده. انت 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 واصل لمرحله، انت الملكه اليزابيث وولي العهد ورئيس الوزراء ووزيره الصحه، ايه قيادات يعني. هو ما هو انت دايره واللي حواليها، فواحد من الدايره دي يبقى اعرف كل اللي حواليه، كل اللي حواليه، فخلاص فانت داخل في مشكله. طيب مين بيطالب كمان بإلغاء الدوري الإنجليزي؟ الأندية اللي هتقع تحت، الأندية من سيتي ويونايتد طبعا طلعوا من المولد بدري، ليفربول المنحوس هو على مقربة يعني ماتش أو ماتشين وياخد الدوري بعد 30 سنة يعني، فاهم؟ فخلاص فأنت في مرحلة، لكن مفيش بت لغاية ما الدنيا دي تخلص. لكن القصة في الرعاة مشكلة، وبالتالي لسه مأجلين وما خدوش قرار، مش قادرين ياخدوه عشان الخسائر وعشان المصايب اللي جاهزين. طيب نروح للدوري الاسباني. اسبانيا قالت لك هنلعب. اسبانيا قالت لك مش يعني انا مش هلغي، انا عندي مساحاتي اللي اقدر العب فيها، لان اقتصاد اسبانيا مبني على كره القدم، ومبني على الكلاسيكو، ومبني على ريال مدريد وبرشلونه. اقليم كاتالونيا كمان، اقتصاد اقليم كاتالونيا مبني على برشلونه. طبعا ده اقليم عايز يستقل عشان عنده فرقه وبيعمل بيها شو، عايز يستقل بالظبط. دي قصه يعني كبيره جدا اقتصاديا وسياسيا، وانا رحت اكتر من مره هناك ورحت في الاقليم وشفت الناس بتطلع في الشارع ازاي والناس بتتكلم ازاي، والناس واخداها من تصور اقتصادي بحت على فكره. قصه مزبوط. يعني هناك اصبحت صناعه واقتصاد، وخلي بالك هو اقليم زي ما احنا بنقول ايه ريفي يعني، فلاحين مش العاصمه، مش لا لا بالظبط كده.
وبالتالي خلاص انت عامل صناعه محمد وعامل فيها شغل، رغم ان الانديه بتتشاور مع لعيبتها ب 30% تخفيضات برشلونه والكلام ده، بس في بعض اللاعبين في برشلونه رفضوا. يمكن النهارده لو طلعوا ده لسه قريب الصبح على وكالات الانباء. بص ما هو انت لما بتبدا معايا ب 30 انت خد بالك شوية بتاخد وتدي. خد بالك ادي الدوري الاسباني. طيب نروح للدوري الايطالي. الدوري الايطالي بؤره الاحداث والدنيا هناك بايظه بشكل كبير جدا. لعيبه الدوري الايطالي عاملين حاجه جميله جدا، انهم بيلموا للعمال. مظبوط. يعني لعيبه الدوري الايطالي واخرهم اليوفي عاملين كده بين اللعيبه بيجمعوا وبيدوا العاملين. كمان لعيبه اليوفي امبارح لجازيتا ديل سبورت اكدوا وقالوا انهم موافقين على تخفيض الرواتب، واكتر لاعب هيتخصم منه كريستيانو لانه صاحب اكبر قيمه ماليه. يعني ادي القصه في الدوري الايطالي، في تعاون كبير جدا في تخفيض المرتبات. الالماني والفرنسي برضه خد بالك برضه ان في ايطاليا بقى كاتحاد عايز يلغي السيزون ده. يعني الاتحاد يعني انت خلاص انت النهارده خدت وما خدتش لغايه اخر يوم. بعد كده يا باشا العقود دي احنا يعني اللي خد ما خدش السنه دي، ده موسم كده شكرا ما فيهوش. طيب نروح كده للدوري الفرنسي والالماني مشتركين شويه مع بعض، مأجلين عايزين يرجعوا لكن ما فيش رؤيه للرجوع، ولكن الرؤيه الاكبر عندهم حتى بالتخفيضات في الدوري الالماني والفرنسي. اللي بالنسبه لي غريب بقى في فرنسا، الدوري الفرنسي المفروض الاعلى اقتصاديا وماليا باريس سان جيرمان. اكتر نادي رايح في توجه تخفيض العقود وتخفيض الرواتب، لان اداره باريس سان جيرمان ما بتلعبش كوره، بتلعب سياسه. دول المجموعه القطريه اللي بتدير. مظبوط. دي ناس بتلعب سياسه، فهو داخل الملعب ده شكليا كرويا انما هو بيلعب سياسه، فهو مش خلاص هو عنده مشاكل فعايز يلحق. هي القصه هي، وهو اول ما اشتغل برضه اشتغل بشكل مالي لما فسخ التعاقد بتاع نيمار وبعت الفلوس في شنط، لهو يعني مداخلتهم بحركاتهم بتصرفاتهم هم بيلعبوا في ملعب تاني خالص، وبالتالي مش هنقيس على الـ 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 الاداره اللي بتتعامل بشكل رياضي في منظومه رياضيه. دي اداره صح بتتعامل بشكل غير رياضي في منظومه رياضيه، وبالتالي انت ده اللي خلاك يا محمد تستغرب انت ازاي الناس دي اللي عندها وعندها وعندها بتتعامل بهذا الشكل، وهي اللي بتطلع واكبر نادي ده بالظبط، وهي اول واحده قالت، لان مش ده هي مش جايه تارجت رياضه ولا جايه تعمل لك انسانيات، دي ناس عارفين هم بيلعبوا فين وناس عارفين هم بيرموا القرش ويعملوا ايه، فبالتالي لم تختلف السياسه بتاعه المنظومه دي عن السياسه في اداره النادي، كله بيبان. برافو يا ايهاب فعلا. فدي قصه صح فدي قصه. طيب اختم معاك بقى بالجزء الاخير في الحلقه، وقتنا يعني للاسف